وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن خطاب جلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد طمأن الجميع بأن الاقتصاد البحريني قوي مع وجود العديد من البوادر الإيجابية. دائما احنا تعودنا من جلالة الملك أن في بداية كل دور انعقاد يوجه لنا رسالة، وهذه الرسالة هي اللي تكون طريق اللي احنا نمشي عليه حق تشريع وحق سن القوانين وحق ان احنا نطور من منظومه في مملكه البحرين. نعم. خطاب جلاله الملك هذه المره كان يعني مميز، لان احنا كنا نمر بجائحه، وهي جائحه عالميه. وبعد ما فضل توجيهات جلالته وان احنا حافظنا على سلامه المواطنين واللي هو كان اهم شيء في بدايه هذه الجائحه، اتجهنا حق اللي هو التعافي الاقتصادي او الاهتمام بالاقتصاد البحريني. جلالة الملك كان في خطابه واثق وطمنا ان الاقتصاد البحريني اقتصاد قوي، وان احنا بعد الجائحة وبعد ما احنا عدينا مرحلة الخطر، مرحلة الخطرة اللي هي المرحلة الحمراء، احنا اليوم عندنا اقتصاد قوي نستطيع ان نرجع فيه ونستطيع ان نتطور فيه، وفي نمو وفي بوادر ايجابية كثيرة.